قلب الظلمة تحيا كانت أرجاء الدنيا في قلب الظلمة تحيا وأراد الله الهدي للناس فأرسل أحمد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرات والطير الشادي غرات للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرات والطير الشادي أهل كريما ودعا لله حكيما في النور أهل كريما ودعا لله حكيما آذاه فكان رحيما ما أعظم صبر محمد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرات والطير الشادي الصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه الصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه رجل مرسوم دربه يسلكه لا يتردد فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرات والطير الشادي غرات الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة أثمر الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة أثمر والعالم أصبح أحرم آمن بالله